لما فيها من الفرح والسرور وإلى آخره. رؤيا زانية. كان عندي قضية أبحثها اللي هي مسألة كيف إذا وضع الموحد في القبر وعليه ذنوب. طبعا الموحد سيسأل ويجيب، طيب لو كان زاني متى يعذب في القبر؟ كنت أبحث في المسألة. ذاك اليوم في أيام بحثي كان ماخذ معي كتاب التذكرة حق القرطبي، الموضوع مشغلني فعلا. وجدت بعض الإجابات على المسائل اللي أبغاها في القضية هذه، لكن كان يومها جوالي الصباح أفتح 8:30 9 أحيانا أخليه إلى 10 أفتح الجوال. ذاك اليوم أنا ماسك كتاب التذكرة ونفسي هنا ترى طفشان مرة قرفان، والله مالي نفس ذاك اليوم بس إني أتغصى في كتابي ولا ودي شيء، وأنا في المكتب والله حتى والله اليوم غريب ذا، ما جلست على الكرسي الطبيعي اللي يجلس عليه الواحد خلف الماصة، جلست في مكان الضيوف، مالي مزاج حتى إني أتقرأ من دون نفس، وماسك الكتاب ومتأثر. كتاب التذكرة خطير جدا يعني في باب الوعظ، أخذته مختصر طبعا. جوالي احترق يرن 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 يرن، أطالع نفس الرقم أشغل لي يكرر يكرر يكرر، وبعدين الرسائل، بدأت الرسائل واتساب تكفرت. إيه الله يخليك الله يرحم والديك، اكتشفت إنها حرمة ما يحتاج، عارف الزميل الحق قوي جدا. شوي انقلبت من الواتساب صارت على النصية، رسائل نصية ورا بعض ورا بعض ورا بعض. قلت يا أخي شوف خلني أرد عشان أفتك، صرت أبغى أخذ الموضوع إيش عشان أفتك، خلاص قبلت معي. قلت خلني أشوف، بعدين ذكرت نفسي قلت يا أخي هذا تفريد كروبات، لأن بعض الناس فعلا يرى الرؤية والله العظيم فعلا، يا أخي الصحابة شكوا من ذلك، يقول أرى الرؤية فتمرضني، هذا سعيد الخدري يقول أرى الرؤية تمرضني فعلا، اللي ليس له علم في مثل هذا تمرضه ما يدري شو الموضوع، يومه كله يكون منكد يمكن ما ينام بعد. قلت يا رجل هذا من باب تفريج كربة خلني أرد. نعم ألو، قلت أيها حظه خير إن شاء الله. نعم قالت عندي رؤية. قلت مو وقت التفسير الآن لأني لي وقت معين أجيب عليه، بس لا حد يدق علي يلاقي مشغول بعدين يعتب، مشغول عارف من الحين، حتى أحيانا أعلق أدق على 902 وخلي معلق عشان أخذ راحة، هذه الشغلة حقتي. قالت عندي رؤية. قلت مو بوقتها. قالت أسألك بالله تجيبني، أقسم بالله لي كم يوم ما أنام بسبب هذا المنام. قلت أوه هذه صادقة في شيء، شو الموضوع؟ طيب أصبري خلني أركب السماعة. ركبت السماعة طلعت من مكاني جلست على الكرسي حقي حطيت الجوال قدامي حطيت تفضلي. قالت اسمع يا شيخ. قلت نعم. قالت رأيتني في سيارة ومعي أخي ومعي مرأة أخرى صالحة، المرأة الثانية المرأة صالحة، وأشوفني شيخ طالعين زي الجبل. لاحظ قبل ما أكمل لك الرؤية أنا كنت أبحث في إيش؟ أنا أبحث في عذاب القبر وكيف لو مات صالح وعليه ذنوب كبائر هل يعذب هنا ولا يعذب يوم القيامة؟ هذه نقطتي الآن، الرؤية ساقها الله لي، والله الذي لا إله إلا هو نعمة من نعم الله علي هذه الرؤية، لذلك أفردت فيها محاضرة ولن أردها عن أحد سأنقلها في كل مكان. قالت فرأيتني في سيارة نطلع مكان عالي يا شيخ ثم انقلبت السيارة. قلت طيب وبعدين؟ قالت لما انقلبت السيارة يا شيخ شوي حسيت نفسي في القبر وكأني في اللحد. ميب سواليف، هذه رؤية دخلنا في الجامد الآن. بدأت والله أحاسيسي تتغير وبديت يعني مدام فيها قبر فيها موت الموضوع رؤية يعني لازم تكثر من الانتباه. فقالت والله يا شيخ كأني بعد ما انقلبت السيارة مت ثم وضعوني في القبر ثم جعلت في اللحد. قالت ثم أتاني الملك فضربني ضربة ثم يا شيخ صار يخرج مني نار من فرجي ومن فمي، فكان عذاب قوي جدا علي
عذاب جدا قوي علي، ماني قادر أسوي أي شيء. وكان يقول لها، يعني يقول لها ذوق العذاب، والنار تخرج من فرجي ومن فمي. هذا عقاب أهل الزنا. أنا إلى الآن ما أدري من هي، لكن تقول والله عذاب لا يمكن أن يحتمل. فكنت أريد أن أستنجد بأحد، ما لقيت أحد. شوي لقيت لي واحد جالس هناك، فصرت أقول له ساعدني ساعدني الله يخليك. الرجل هذا وش وصفه؟ كان رجال تعبان زي المريض اللي ما يستطيع أن ينفعك بشيء. يقول لها ما أقدر. فكانت تقول لا إله إلا الله. يقول لها الملك ما ينفعك. يقول تقول لا إله إلا الله. يقول لها ما ينفعك. وهذا الرجل الذي أمامها يقول أنا ما أقدر أساعدك في شيء. هذا بيت القصيد من رأيه. والتفسير؟ التفسير واضح طبعا. الرؤية اللي بهالطريقة يستحيل أن تأتي من شيطان، لأن أقسام الرؤى ثلاثة: رؤية من الله عز وجل، إما تحذير وإما ترغيب، زين، وإما من أحاديث النفس أو ما يقال أضغاث الأحلام، والثالث من الشيطان. طبعا هذه لا. طبعا من باب الأمان أن دائما صاحب الرؤية أسأله حتى يكون التعبير أدق، لكن اللي في القنوات ما يسأل. كنا أنا أشبههم بعلب البيبسي، حط ريال يطلع بسرعة، ما تعرف من اللي قدامك، ما تسأله، ما تدري مع الحال، على طول تجيب. لذلك أكثر من في القنوات الآن الخطأ فيهم أكثر من الصواب، والتدمير للبيوت والإساءة إلى الناس. هذا الواقع. المفروض للمعبر المتقي لله عز وجل إن كان يسأل يشوف ابن سيرين. سيرة ابن سيرين كان تعرض عليه 100 رؤية يعبر واحدة. ابن سيرين إن عندنا تعطيه 100 يعبر 101 لأنه واحد إضافي. الشاهد قلت لها يا أختي الله يجزاك خير، الرؤية تدل على شيء ما أقوله، أنت إيش قاعدة تسوين؟ أنت واقعة في كبيرة من كبائر الذنوب. أنا واصل معي أصلا، أنا أبين عندي إنها زانية، إنها تزني، ولا هي زنا مرة واحدة، بين مكشوف، ما يمديها تكذب. حتى لو قالت لا مو صح أقول كذابة، مستحيل ترى رؤية بهذه القياسات وتكون ما هي بزانية. والله يا أخوان جابتها، انهارت بالبكاء. هي بكت وأنا بكيت، لا لا أخفيكم، لأن أصلا الرؤية مؤثرة في الوقت اللي أنا فيه. أنا قاعد أنظر وأبحث في مسألة عذاب القبر للموحد لو كان من العصاة. تقول نعم أنا متزوجة وذات أولاد وأزني وأستغفر الله وأتوب إليه، ثم انهارت بكاء. وعليكم السلام. بكاء والله مرير يقطع القلب. أنا كذلك ضعفت كثير، فما أستطيع أني أنصح، لابد من النصح، لابد من استغلال الوضع الحالي الآن. قلت بعد ما تهدئين رجع التصلي علي مرة ثانية، فبعد يمكن 45 دقيقة نص ساعة. طبعا أنا خلال النص ساعة هذه 45 دقيقة أنا ماني بطبيعي، أنا في وضع مو طبيعي. أنا الآن الله عز وجل يريني شيئا يزيدني إيمانا بما قاله عليه الصلاة والسلام. الرؤية هذه تصف ما جاء في البخاري، هذا الحديث البخاري. عزم متزوجة يا شيخ برضه. متزوجة محصن وذات أولاد، فتبكي على إيش؟ يعني أنا اختلطت الأمور عندي الآن. أنا عندي قضية قاعد أعالجها وأتابعها والله عز وجل يسوقها إلى عندي الآن، وهذه الرؤية حق. فوالله طلبت منها بعد 45 دقيقة أو ساعة تكلمني. لما كلمت هي قالت أما أنا يا شيخ فأسأل الله عز وجل أن يتوب علي وادعي لي. قلت والله لك علينا الدعاء لكن أستأذنك. قالت نعم. قلت أن أعرض هذه الرؤية، وأنا ما أحب أعرض الشيء هذا إلا لمصلحة. وأمر آخر أوعدك، ما أعرضها في مكان إلا أسأل الحاضرين أن يدعون لك. أنا ما أبي أعرفك ولا أرضك ولا سماك، لكن أسأل الله عز وجل أن يتوب عليك. هذا القبر تراه بأم عينيها. كلام النبي صلى الله عليه وسلم صحيح، غيب غائب عنا. الآن قاعد الآن توصف لك مثل ما في الحديث. هي ما قرأت الحديث أنا متأكد، تجيب لك. والرجل الضعيف هذا عملك، عملها. أليس النبي عليه الصلاة والسلام جاء في الحديث
أن العبد إذا وضع في القبر بعد أن يسألانه الملكان ثلاثة أسئلة لسهلت أن تجيب عليها الآن، لكن هناك يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا. فتنة عظيمة في القبر، كل واحد سيفتن في القبر، لا يغيب عنك. النبي عليه الصلاة والسلام على جلالة قدري ورفعة مكانتي عند ربه كان يقول: والله ما نظرت إلى منظر إلا والقبر أفظع منه. موحش، مظلم. شوفك الآن أنت لابس البشت، لكن اللي في القبور الآن من يدفيهم إلا العمل الصالح؟ والله ما يدفيك إلا العمل الصالح. فوالله هذه الرؤية أنا تأثرت بها وإلى الآن أتأثر. تخيل تقول له ساعدني، يقول له: أنا ما أقدر أساعدك، هذا العمل. لذلك العبد إذا وضع في القبر أتاه رجل جميل الوجه والمظهر، قال: وجهك الذي يجيء بالخير، من أنت؟ يقول: أنا عملك الصالح. عملك الصالح اللي تسويه الآن موجود في القبر، هذا أنيسك هناك، الأنيس مو أنا ولا الشيخ يوسف، ما رح أنسك.